هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلبه الصف الرابع الاعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اوبن يور ستودنتس بوك اون بيج 69، صفحه 69، يونت 6، ليسن 7. وات دو يو ثينك ويل هابن؟ ماذا انت تعتقد سوف يحصل؟ لوك ات ذا نيوز بيبر، انظر الى نيوز بيبر هيدلاينز، عناوين الصحيفه. Which of these things, أي من هذه الأشياء, do you think, أنت تعتقد, will be possible, سوف يكون محتملا in the future, في المستقبل. طبعا هذا الليسن هو على موضوع البوسيبلتي, الاحتمالية. Words, oldest person dies at 130. أكبر معمر في العالم يموت في عمر 130. No cases of heart disease found this year. لا أسباب لأمراض القلب توجد هذه السنة. Amazing new world marathon record. Amazing new world marathon record. رقم جديد عالمي بالماراثون. Clean drinking water for everyone. شرب الماء النظيف لكل أحد. هاي عناوين صحيفة ويريد معدك تجد الاحتمالية على حول هذه الأشياء. Read some other people's opinion. أقرأ باقي آراء الأشخاص. Are any the same as yours? هل هي نفس رأيك؟ هنا الفقاعات موجودة. آراء الناس الموجودين. I think أنا أعتقد people might live بأن الناس سوف تعيش longer أطول than that in the future من ذلك في المستقبل. Because بسبب medicine الطب أو العلاج has improved قد تطور and continues to improve ويستمر التطور. هنا الشخص الآخر يقول athletes الرياضيين are getting stronger سوف يكونوا أقوى because بسبب they now لأنهم يعرفوا how to train كيف يتدربوا better أفضل and because وبسبب they eat healthier أنهم ينامو يأكلون healthier food طعام صحي أكثر. I think أنا أعتقد athletes الرياضيين might continue قد يستمروا to break speed البقاء في السرعة records forever بأن يستمروا في تسجيل أرقام في المستقبل. Heart disease أمراض القلب might not kill قد لا تقتل as many people الكثير من الناس in the future في المستقبل because بسبب people are taking more exercise لأن الناس تأخذ تمارين رياضية أكثر and giving up smoking وسوف تقلع عن التدخين. In fact في الحقيقة many disease الكثير من الأمراض may disappear قد تختفي completely بالكامل if this trend continue إذا استمر هذا الاتجاه. الرأي الآخر يقول clean drinking water شرب الماء النظيف for everyone لكل أحد that would be قد يكون fantastic رائعا but no لكن أنا I don't think لا أعتقد it will ever happen سوف يحصل هذا. It might إنه قد put it might but it might أو قد يكون might not أو قد لا يكون محتملا because بسبب we are not doing enough لأننا لا نعمل enough to protect لا نعمل بما يكفي to protect لنحافظ our environment لا نعمل بما يكفي للحفاظ على البيئة أو حماية البيئة الآن. هنا عندنا شرحنا باللانجوج بوكس بصندوق اللغة. Find other examples on the page. طبعا هنا صندوق اللغة هنا يشرح حول استخدام الاحتمالية talking about possible events التحدث حول الأحداث المحتملة may يعني محتمل may might أيضا معناها محتمل زائد هاي اثنين ياخذ افعال model
ياخذن بعدهن، يجي بعدهن فعل مجرد انفينيتيف. مثلا معطينا امثله people، الناس might live longer، قد محتمل ان تعيش اطول than that، من ذلك. many diseases، الكثير من الامراض، may disappear، قد لا تظهر completely او قد تختفي completely، بالكامل. عندنا شرح مفصل على الموضوع هنا، يقول افعال الموديل might و may للتحدث حول الاحداث المحتمله possibility. هاي طبعا مصطلح possibility يجب ان يحفظ، يعني معناها الاحتمالية، هذا يوضع بين قوسين يجي حتى لمعرفة السؤال. القاعدة مال هذا الموضوع السبجكت بالبداية الفاعل زائد الماي أو مايت أو مي، نفس الحالة اثنين معناها المحتمل، زائد الفيرب يكون مجرد زائد من التكملة. مثلا the ocean، المحيط، may be less polluted، سوف يكون may be، يعني نشوف هنا ورا المي be يعني فعل مجرد، less polluted، سوف لا يكون أقل تلوثا in 10 years، في 10 سنوات. أيضا هنا استخدام may not للنفي، أو might not أو may not، نفس القاعدة زائدا الفيرب المجرد. We might not نحن سوف لا نحتمل find إيجاد a cure، علاج for heart disease، لأمراض القلب one day، في يومنا. Do you think، هنا للسؤال حول الاحتمالية، يقول do you think، هل تعتقد، زائدا السبجكت زائدا ويل زائدا اللي وراء بعد الفيرب مجرد زائدا تكمله وعلامه استفهام. يقول do you think people، هل تعتقد ان people، الناس، will recycle، سوف يدورون their rubbish، من نفاياتهم in the future، في المستقبل. هذا لطلب سؤال على الاحتماليه. نجي الى الاسئله المحتمل تجي بالامتحانات او نمط الاسئله. مثلا نمبر 1 it's possible that، انه من الممكن that people، بان الناس will live longer، سوف تعيش اطول، healthier lives، حياه صحيه. هنا يقول لك بين قوسين possibility، يعني سوى هاي الجمله possibility احتمال، واحنا نطبق احد القواعد، يا اما بالمي يا اما بمايت. هنا ما يقول ما دال نستخدم مي ولا مايت، بس قال possibility، يعني من حقنا نستخدم ماي مايت ومي، يعني كيفنا، او نطبق القاعده هنا، نجيب السبجكت الفاعل، خلي بالبدايه هو الفاعل البيبل، ونحذف طبعا اتس بوسيبل ذات، هاي تحذف العباره باكملها، بيبل نخليها، بعدها نجيب الماي، نجيب المايت يعني او المي نخليها هنا، وبعدها مباشره الفعل المجرد، وين الفعل هنا وراها مباشره، الول تحذف ونخلي مكانها مايت او مي، وتجيب الول نخليها هنا، وبعدين نكمل الجمله، تصير بيبل مايت، الناس محتمل live longer، تعيش أطول، healthier life، حياة أطول. التمرين هنا نمط آخر من الأسئلة. I will go to the party، أنا سوف أذهب إلى البارتي، إلى الحفلة. أيضا هنا بين قوسين يقول لك possibility may، استخدم الاحتمالية هنا مطيك، هنا قايل استخدم الماي، يعني جبرك تستخدم الماي. فهنا تطبق نفس القاعدة الفوق، نجيب الآي، هنا ما عندنا اتس بوسيبل ذات، هاي حتى تحذف، فقط الويل نحولها الى مي، اي واي مي جو، ونكمل اي مي جو تو ذا بارتي، انا سوف اذهب الى الحفله، يعني ما عندنا شيء اذا قلنا، اذا الجمله ما بها اتس بوسيبل ذات، لا بها بس ويل، تتحول الويل الى المي وتنتهي، ونكمل جملتنا، نكمل الحل. ثلاثه اي ثينك بيبل، انا اعتقد بان الناس ويل ريسايكل ذير روبش ان ذا فيوتشر، سوف يدوروا نفاياتهم في المستقبل. هناك سوي question، يعني سوي سؤال على الاحتمالية. هنا I think people، هاي كلها تحذف، نطبق القاعدة مالت السؤال do you think، نقول do you think، ونخلي الفاعل people، ناخذ الفاعل منها، يعني هذا الفاعل يعني يبقى ما يحذف، بس I think، think أيضا تبقى هنا، يعني حسب القاعدة يكون do you think، هاي طبق do you think، هنا people والفاعل، ونكمل الجملة will recycle their rubbish in the future، هل تعتقد أن الناس سوف يدورون نفاياتهم في المستقبل. يعني هنا مجرد بس الدو والآي حولناها لليو، كملنا سؤالنا do you think people will recycle their rubbish in the future، حط علامة استفهام. رقم 4 سؤال نمط آخر، we not stay at home، سوف لا نبقى في البيت. هنا possibility may، استخدم يعني الاحتمالية، مطيك الأداة may تستخدمها. فنقول هنا يعني we ننزلها may not، يعني هو يريد عندنا نفي، حالة نفي may not
وستي اساسا مطينا اياها وي ماي نوت ستي ات هوم، ونكمل باقي الجمله يعني احنا وي ماي نوت، نحن سوف محتمل ان لا نبقى في البيت. فهاي كل الانماط اللي اجت على هذا الموضوع. عندنا هنا يعني بعض الملاحظات على السؤال بهالطريقه. اولا نحذف العباره التاليه في الجواب it is possible that، هاي نحذفها احنا مثل ما قلنا. رقم اثنين نحول الويل الى المايت او المي حسب الطلب في السؤال، لان العبارتين احنا نوهنا عنهن او الملاحظات. ننتقل الى تمارين الاكتيفيتي بوك بيج 101. Exercise A match the beginnings، زوج البدايات and endings والنهايات of the sentences للجمل التالية. Number one the Olympic games، الألعاب الأولمبية might، هاي نزوجها مع C might يعني المحتمل take place أن تقام in our country في بلدنا in 4 years في الأربع سنوات. Two if we don't build if we don't build، إذا نحن لم نبني a new stadium ملعب جديد we might نحن محتمل نحن محتمل not نادي تاخذ not be able سوف لا نكون قادرين to hold the World Cup أن ننظم World Cup كأس العالم. 3 more people الكثير من الناس will use email سوف يستخدمون الإيميلات so لذلك we might لذلك نحن قد أو محتمل بي داخل بينا not need لا نحتاج إلى تليفونز التليفونات in the future في المستقبل. 4 because of our healthier lifestyle بسبب أسلوب الحياة الصحي we might نحن قد أو محتمل نحن محتمل هنا تأخذ A not need لا نحتاج لو دكتورز الى الاطباء in the future في المستقبل. وهي طبعا الاجابات نمبر 1 سي 2 دي بي ام سوري 2 دي و 3 بي و 4 اي. اكسرسايز بي رايت سنتنسز اكتب جملا with might might و might not and reasons اكتب جملا باستخدام might او might not او والاسباب. طبعا هاي الجمل يعني يريد عندك تحلها حسب القواعد اللي اخذناها قبل شويه في الدرس وحلينا عليها تمارين. فيكون حل التمرين بالشكل التالي، طبعا رقم واحد هو محلول اساسا بالفراغ موجود بالكتاب. رقم اثنين خلينا نراجع رقم واحد، هنا رقم واحد it is possible انه من المحتمل that people بين الناس will live longer سوف تعيش اطول healthier lives حياه صحيه. people الحل people might live الناس محتمل ان تعيش longer اطول healthier lives حياة صحية اطول because بسبب medicine بان الطب او العلاج is improving fast يتطور بسرعة. وطبعا هذا التمرين حلينا عليه اكثر من مرة وشرحناه في بداية الدرس. رقم اثنين it is possible that smoking انه من المحتمل بان التدخين will stop completely سوف يتوقف بالكامل very soon قريب جدا. هنا smoking تجي بالبداية يعني يعتبر فاعل it's possible that هاي تحذف يعني حسب ما قلنا ونخلي بعدها مكانها might نحذف الأول أيضا نخلي مكانها might stop وكمل الجملة التدخين might stop قد محتمل يتوقف completely very soon بالكامل قريبا جدا. ثلاثة It's possible that people إنهم من المحتمل بأن الناس will not be overweight سوف يزيد وزنهم in years time in هنا طبعا 20 سنة نكتبها يعني في العشرين 20 years time في العشرين سنة القادمة. الحل يكون people يكون بداية الجملة الفاعل might not هنا لأن حسب ال will not تصير might not
ونكمل الجواب might not be overweight in 20 years time. وهذا كل ما موجود درسنا أعزائي الطلبة. Meet you next.